السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا لكم واحد الجوله في القطب المالي، وقلنا ندورو حدا هاد العمارات اللي كاينين حدا القطب المالي اللي بالطراز وما نصورهم لكم، يعني هاد الحي كامل. هنا كاين واحد المستشفى مصحات ديلال، اش كنديره تبارك الله. كاين هذا ما عرفتش شنو هو صراحه، انا كاين هذاك الشيء بشي شكل. هذا هما عندو دابا ابارطمانات، هذا يعني تلقاهم بعض الخطرات في الفيسبوك شي تكراو هذاك الكراء اليومي، يعني بحال اللي بغى يعني يجيب بي سي ديالو ويخدم. شي تكراو تقريبا واقيلا من 400 درهم الفوق، تبارك الله. تشكر الاطلاله ديالهم زوينه على شي حاجه، اما الترامواي اما كاينين شي وحدين تيطلعوا على القطب المالي. هما الصراحة دارهم هاد الشكل زوين. ما شاء الله. هادي شي تقريبا هذا بحال بحال في القد. اليوم قد قبل ما لي تتفوت هاد المدرسة هادي، وقال واحد هاد ليكول هاد ايكول وقال ديال فرنسا سميتها كازا انفا، راه تيقراو فيها تيقراو فيها وقال المغاربة انفاس مع هاد المدرسة هادي ليسي وقيلا. ومن من تدور تتلقى انفا بارك، انا الترامواي راه واحد شويه ويدوز هذه الطريق ديالو. يعني قلنا ندير لكم واحد الجوله مختلفه على هذا الشيء، باقي جيت تبنى هنايا داك الشيء باقي ما تشوفوا راه فيها الراي ديال فرنسا، يعني ديال هذه بانيه فرنسا سكولير ريزيدونس غوب سكولير. واو الترامواي بعدو على الطريق ديالو، شوف هنا ما شاء الله. سنو الترامواي دارني لنا التحيه، وحنا مكملين كما تشوفوا هذا راه سكول تاعي انترناسيونال سكول. ها المدرسه تبان لي فشي شكل في البني ديالها. هنا غادي نمشيو غادي ندورو على اليمين، هادي كما تتبان لكم راه ديال فرنسا، راه فيها الراي ديال فرنسا يعني. ولكن بلي تيقراو فيها واقيلا المغاربه، المغاربة والفرنسيين اللي تيكونوا يعني مقيمين هنايا. ومن هنا ممكن واحد يعني واحد الجردة هنا واعرة الصراحة، حيت هاد الجردة تقريبا وقيلا مديرينها بحال انفا با. كما تشوفوا ولا هنا راه واحد الطرقان باقي ما طلقوش. هنا هاد الشي دارو هاد البلاصه تقريبا تشبه الانفو بارك، ملي تدخل الانفو بارك لداخل تتلقى بحال هاد الشكل، يعني شكل واحد. هنا الدنيا يعني راه في اي وقت، دابا حنا في رمضان وتتكون الدنيا خاوية برمضان ولا برمضان، تتكون هنا عامرة واقيلا من تيخرجو الدراري من القراية كانوا رايحو هنا. هذا الشيء اللي كاين يعني هنايا راه اكثريه اللي ساكنين تيكونوا نصارى هنا بزاف،
من ناحيه هاد البارطمانات يعني شي كريوهم الناس اللي مدينه ماشي يكونوا ساكنين فيهم، ماشي كريوهم هذاك الكراء اليومي، لا شي كريوهم زعما شهر، يعني شي يجي شي واحد توريس ولا شي حاجه يقدر يكري بحال هادي واحد يعني واحد الشهر، يعني طلع لي رخص من اللوطه يعني. والبلاصه ديالهم راهو ما الشكل ديالهم من الداخل راهو يعني تطلع ليه هو بواحد 40 اورو ولا 50 اورو بالنسبه ليه هو رخيصه، فهمتي يعني احسن من يعني واحد لوطيل ديال 5 اطوار غادي يكون غالي ليه. حنا مازال غادي ان شاء الله، وكاينين حتى المغاربه اللي زعما بعض الخطرات يبغي يدوز واحد يومين بحال موكر يقدر يكري واحد اليومين، ولا بغى يخدم شي بروجي ولا شي حاجه، فهمتي يعني حنا تنعطيوكم معلومات باش تكون عندكم واحد يعني واحد المعلومات على هاد يعني كانوا شي يقولوا لي حي المطار كما تشوفوا الترامواي جاي عاوتاني، دابا شي يقولوا لي كازا انفا، راه هو القطب المالي فينا هو، وراه هادشي كامل غادي يكون قطب المالي، راه حتى هادشي اللي على الله يصنع. ايوا خليكم معنا تنقطعوا كما تشوفوا وصلنا هنا، هذا هو انفا بارك، وهذا كما تيبان ليكم راه كاينه الدخله ديالو من هنا وكاينه واحد الدخله من الجهه الاخرى. شوف الدنيا تبارك الله مع الشيخ ذا ارتوا ما شاء الله، الدنيا اللي شو شحال ديال النوار ما شاء الله. البلاصه مع دغيا هي اصلا كانوا مهلين فيها مع صبات الشتا زاد تبان خضوريه مزيان، شوف تبارك الله ما شاء الله. هادي راه هي انفا بارك كما تشوفوا، تتكون خاويه دابا مع رمضان تكون خاويه، هي تتعمر تتعمر سبتي وحد ومنين تكون العطله. او احنا غادي في اتجاه القطب المالي، كاينين الناس اللي تيجيو يديروا فيها الرياضه معايا، المساحه ديالها زوينه زعما اللي بغى يتريد. بالنسبه للناس اللي تيقول لك دير لينا هذاك زعما القطب المالي هذوك زعما هذاك الشيء جديد جديد، راه ما غادي تلقى والو، غادي تلقى غير الحفير ها هو فين تيبان، يعني غير غادي تلقى الساس تيحفروا فيه، وتلقى الباطيمات يلاه تيطلعوا، يعني ما غاديش تلقى شي معلومات لي زعما دير زعما نعطيهم ليكم، واصلا ما غاديش تلقى كيفاش تصور حيت هذاك الشيء تيكون يعني تيتبنى تيكون خطر على خطر على المتجولين، يعني راه تلقاهم مسدود راه ما يمكنش لك تدوز، راه لك طاسي الشانطه راه حدك هذيك ما يمكنش لك تولج بحال هنايا، هنا يمكن لك يعني منين يكملوا عارف واش يمكن لبنادم يصور لكم على زعما الشكل ديالهم، اما من هنا راه تيبان غير يعني تلقى واحد التصويره زعما كيفاش غادي يكون هذاك باش يكون هذاك زعما هذاك هذيك العماره ولا هذاك هذاك الشكل ديال هذاك اللي تيتبنى زعما كما تشوفوا راه كازا فينونس، هذه هي دابا هذا بحال تقول له بارتي الاولى وهذه الثانيه، هذا الشيء راه كامل غادي يتبنى له، وهذا راه هو انفا بارك الدخله هذه من هنا. دير دخله اخرى هذه، حنا نحاولوا نبعدوا على الترامواي فانه جاي، شوف هي شوف هذه ما شاء الله كما تشوفوا هنا، راه ما يمكنش لك تشوف ولا يعني يلاه كاينه يلاه السياس او هذاك الرسم التوضيحي كيفاش يوليو هذاك هو كي غادي يولي هذاك منين غادي تبنى، ودابا يلاه في السيس هما باقين غير في يعني يلاه تيديروا الحديد في السيس، على باقي كاع الحفرة باقا تتبان يعني ما راه قديم راه تقريبا راه شحال راه من داك الصيف وهداك الشي تياخد وقت.
شاء الله هنا دايره من هاد الجهه. شو كي تتبان ما شاء الله. الشرباق الخدامين فيه هنا كلشي معطل، يعني هاديك الشرا تياخد وقت، راه ماشي ساهل باش تبني هادشي. ديال التجاري وفا بونك ما شاء الله، راه عاطين زعما هاداك تجاري وفا بونك هما اللي مديرين تقريبا. ها عندهم هذا وعندهم برج ديال محمد السادس، يعني شهادة باينين بواحد الشكل زوين تقريبا شي شبال ديال الشعب. هذا هو الشكل النهائي ديالي. إذا نتا هو بحال الشعب، يعني الشعب هذا تقريبا وحدة أصلا جارو ما شاء الله. فيكم هاد البلاصة هادي مع أول خضرة شتها، حيت يلا تحلات غير، يعني كاينة أرينا مول هنايا وهنا الباصواي منين تيدوز يعني الطريق ديالو ياهي. هاهي هادي هي الطريق ديال مولاي التهامي. هنا مديرين هادشي زوان هنايا الصالة. باصواي اللي تيجي من يعقوب المنصور تيدوز هنايا. هنا هادشي راه باقا تيتبنى ما شاء الله. دائما في هادشي هنا. هنا راه كاينه واحد القنصلية ديال الميريكان من ورا هذا، راه تقريبا القيمة ديالها باش مصايبين 34 مليون دولار، يعني هنا راه استثمارات قوية محطوطة، يعني هادشي راه ما ساهلش باش يتم، يعني تياخد حتى الوقت وتياخد حتى الفلوس، يعني هادشي راه القيمة ديالو كبيرة، ولكن غادي ترجع بالنفع إن شاء الله على الشباب المغربي. مازال مكملين ليكم في القطب المالي كما تشوفوا هنا. القنصلية ديال الميريكا راهي فين كاين تما، كاين واحد بلاصة تيكون فيها البوليس، يعني هي اللي فيها داك القنصلية الجديدة ديال الميريكا، وتا هي معطلة عرفتي شحال أعوام. هنا هاد المحطة راه باقيين مديرينها، يعني باقي ما يعني مدير لها انيوري كاع ماشي وقف فيها الترامواي اصلا، يمكن لك تدخل منها. هي عبد الله بن الشريف يعني باقا ما خدمهاش، ولكن غتخدم من هنا لقدام كما تشوفوا هنا. القنصلية ديال الميريكان حدا هادي بالضبط، يعني القنصلية الجديدة. شوف هنايا راه مازال تا هو هادشي تيتبنى ما شاء الله. هنا وسط هادشي راه كاينين واحد لي جاردان صغار فهمتي، واحد الحدائق يعني فين يبركو الناس فين، ولكن تيبان ليا هادي مسدود، هادي وقالها بالكود، هادي ديال الناس لي ساكنين ولا ديال الناس اللي خدامين، حيت راه بالكود تا واحد الكود خاصك تدخله كما تشوفوا. راهي القنصلية ديال الميريكان نوريها لكم من هنا، ديما تيكون البوليس تما و تا باقيين خايبين فيها وقت، هداك الشي فيها معطل شي. وهنا غادي يكون نهاية ديال الفيديو ديالنا، ما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب، راه حاولنا نوضحوا لكم هاد القطب المالي يعني بصفة كاملة. اللهم يسير والله يعاون الناس اللي تيسولوا تيقول لك على الجزء الثاني ولا كما تشوفوا. ما كاين ما يعني ما كاين ما كما تنقولوا يلا السيس فهمتي، ما فيه يعني هذا هو البلاصه اللي بداو تيبنيو فيها، يعني هاكا غادا تكون في الشكل. وهادو غير ابارطومون كازا انف
الناس تشوف. يلا بعدين يلا تقريبا الساس اللي كاين ايوا هادشي اللي كاين. شوف ابارتير استوديو اسباس هذا باني يدير بحال استوديوات ابارتمون هادشي ما فهمتش انا كيفاش غير هادي جا وحده القنصليه ديال الميريكان استوديو. ما قلت لكم هنا خايدين هذيك الفكره ديال الناس اللي باغين يخدموا في استوديو الناس اللي ما تيبغيش يبقى خدام في الدار. هذا الشيء اللي كاين الاخوان الله يعاون.